وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ خالد عبد الرحمن إسحاق القائم بأعمال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بالوزارة. أستاذ خالد يعني مساء الخير بداية، ولو توضح لنا جهود مملكة البحرين في مجال حقوق الطفل لتعزيز نمائه وتطوره في بيئة آمنة وحاضنة معززة بالقوانين والتشريعات. مساء الخير للجميع المشاهدين والحاضرين. طبعا مملكة البحرين مثل ما ذكرت تعتبر من مصاف الدول المتقدمة في رؤية الخدمات الرعاية التنموية في مجال الطفولة، وما حققته في هذا المجال من إنجازات جاءت ثمرات الإيجابية واضحة عبر الإشادة الدولية اللي انبثقت من لجنة حقوق الطفل التي عقدت في مقر اللجنة بجنيف أثناء استعراض التقرير الدولي لمملكة البحرين. يمثل تتويج لمساعي البحرين الحثيثة والتزام الراسخ حماية الطفل والمعاهدة الدولية، وهذه النجاحات تحققت بفضل تعالى في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حامد بن عيسى الخليفة الملك البارد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حامد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتعزيز استمرار تلبية احتياجات الطفل في المناخ من تضافر كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية. طبعا في خطوة رائدة في منظومة العدالة وحماية حقوق الطفل مملكة البحرين، عززت مملكة البحرين مكانتها في إرساء دعم دولة عدالة القانون من خلال صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، والذي يعتبر أحد القوانين المهمة جدا في هذا مجال حقوق الطفل، والتي استطاعت مملكة البحرين أن تكون سباقة في تنفيذه وتوفير كل ضمانات الحماية من سوء المعاملة واستغلال الأطفال ورعايتهم. وفي هذا الجانب جهود مملكة البحرين في مجال الطفولة عديدة ورائدة، منها إقرار قانون الطفل والذي يعكس الالتزامات الدولية لاتفاقية المواثيق الدولية، منها المبادرات التي اعتمدت مملكة البحرين على المستوى الدولي من تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة وإطلاق استراتيجية وطنية للطفولة وخطتها التنفيذية، وهي خطة معنية بالتنسيق بين جميع كافة القطاعات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالطفولة. كما أن مبادرات وجهود متميزة من مملكة البحرين تحقيق أفضل واقع للطفل، الذي أسهم في رفع اسم البحرين عاليا وجعل في مصاف الدول المتقدمة بصون حقوق الطفل، منها تقديم الرعاية والخدمات الصحية ذات الجودة العالية لجميع الأطفال من دون تمييز، أيضا تمتعهم بالجميع الأطفال من الجنسين على حقهم في التعليم المجاني المتطور، ولم تقفل مملكة البحرين الأطفال ذوي الإعاقة باهتمام كبير تجسد في إداء السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز صحة ونمو وإدماج الأطفال، والعديد العديد من الإنجازات والمبادرات التي قامت بها مملكة البحرين في هذا المجال، منها قانون الأسرة وإيجاد محاكم خاصة للأسرة وتدشين برامج الوقاية والحماية لاستقرار الحياة الزوجية، فضلا عن الاهتمام البالغ بفئة الأطفال مجهول الأبوين وأبناء الأسر المتصدعة لتوفر لهم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية. فمملكة البحرين لديها العديد من المبادرات والإنجازات في مجال حماية ورعاية الطفل، واحتفالنا اليوم هو تأكيد لهذه الإنجازات يقوم بها مملكة البحرين. نعم. الأستاذ خالد عبد الرحمن إسحاق القائم بأعمال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بالوزارة، شكرا جزيلا لك.